عقبنا واحد الوقت واحد الوقت عرونا جونا ديارنا عرونا دونا قشنا وما حطيناش رأسنا والعقل أعطانا ربي العقل وحب الناس يحبوك بوزا كاملة عشت فيها والحمد لله وخدمنا درنا الشيء اللي نقدر نديروه والمسؤولين على كل شيء دوك الشيء اللي يخصنا هو الحب أعطانا ونحب الجزائر ان شاء الله الحاج نجون نسجروا في بوزكزا ان شاء الله ان شاء الله سجرنا وجا والجماعه سجروا بكري اخرى التاريخيه والمآثر ان شاء الله راكش ما بقى والو راك تشوف الكحله هذيك الفوق صاي على كلنا الله غالب هي جات من فوق هذا امر ربي سبحانه نجون نغرسوا في بوزكزا ونغرسوا في بكره ان شاء الله بكره فهمت ونروحوا جميع هذيك المناطق اللي كانت أهلة للمجاهدين الأشاوس واللي كانت هي دارهم وهي اللي كانت سبيطار تاعهم واللي كانت رفوج تاعهم هذيك المعالم قاع لازم نحيوها للشباب قد ما نشجروا قد ما نحيو التاريخ ونحكيو لهم إن شاء الله التاريخ تاريخ كبير شتوما تم الشباب إن شاء الله ربي إن شاء الله يسركم